عن جهود الدبلوماسية المصرية قبل وأثناء حرب أكتوبر نستمع إلى كلمة السيد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، هذه الحرب التي تعد أبرز أحداث القرن الماضي. كانت ملحمة عسكرية وسياسية، وكان تحريك الموقف العسكري على الأرض بعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وإقامة رؤوس جسور على الضفة الشرقية من القناة بمثابة العامل المحرك للموقف السياسي، مما يمكن معه القول أنه تم قهر أحد أهم المفاهيم السياسية المعروفة بسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة العسكرية واحتلال الأراضي. وهنا يجب أن نعيد للأذهان الموقف الدولي والإقليمي حتى يمكننا الحديث عن دور الدبلوماسية المصرية في فترة ما قبل الحرب وخلالها وما بعدها. فقد شهدت العلاقات الدولية خلال تلك الفترة استقطابا حادا فيما يتعلق بالانضمام إلى أحد المعسكرين، وهنا نشأت الصعوبة التي تواجه الدبلوماسية المصرية، وكان من الضروري التحرك بتوازن دقيق لتقليص مخاطر سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وتأثير ذلك على توازن القوة بالمنطقة وبما قد يؤثر على قرار الحرب. بمعنى احتياجنا للسلاح من الجانب السوفيتي وخاصة سلاح الردع، وإدراكنا أنه من الضروري التجاوب مع الجهود المحدودة في ذلك الوقت من جانب واشنطن التي تحاول بها الخروج بصورة من يحرص على السلام في المنطقة. ويمكننا التحدث عن العلاقة الواضحة والقوية بين القوة العسكرية والجهد الدبلوماسي، فقد قبل الرئيس جمال عبد الناصر القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في نوفمبر 1967 في إطار نهج دبلوماسي مصري يجنح إلى الحلول السلمية، ولكن إسرائيل لم تعره التفاتا بالرغم من أن صياغته لم تكن حاسمة وحملت أكثر من تفسير يعطي إسرائيل فرصة للمراوغة. حتى بلغت حرب الاستنزاف ذروتها، والتي دفعت وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت ويليام روجرز في يونيو 1970 لتقديم مبادرة مبنية على وقف إطلاق النار تمهيدا لإجراء مفاوضات مباشرة. وقد استفادت مصر من هذه الخطوة باستكمال بناء حائط صواريخ الدفاع الجوي. وفي نفس الإطار بدأ الرئيس السادات حكمه بمبادرة في فبراير 1971، وعرض فيها إعادة فتح قناة السويس وعودة المهاجرين المصريين إلى مدنهم على الشاطئ الغربي للقناة، لكن أحد لم يلتفت إليه حتى كانت حرب 73 أكتوبر 73. ووقع الأمر فإن مصر لم تكن تستطيع أن تسترد أرضها من خلال العمل الدبلوماسي فقط، دون أن يكون هذا العمل مستنداً على قوة عسكرية تؤازره بل وتسبق انطلاقه وتحمي استمراره وتعظم نتائجه وتجعله قادر على تحقيق وثبة نحو السلام. وقد يكون من المفيد هنا استرجاع الخطاب السياسي الأمريكي قبل أكتوبر 73، وكان محوره التأكيد على الحفاظ على أمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. ولم تتحدث الدبلوماسية الأمريكية الممثلة في وزير الخارجية في ذلك الوقت هنري كيسنجر عن إمكانية الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والتحدث عن السلام بصفة عامة، على أساس أن نكسة 67 لا تعطي الطرف العربي الحق في الحديث عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة.
وهنا أود أن أشير إلى أن الدبلوماسية الرئاسية لعبت دوراً محورياً في ذلك الوقت، حيث كانت الأمور تدار في إطار خطة واسعة للخداع الاستراتيجي حتى نتمكن من تحقيق عنصر المفاجأة، وهو العنصر الأهم في إدارة الحروب. وتقديراً من الدولة المصرية أن العسكرية والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة، نرى أن سيادة المشير أحمد إسماعيل علي القائد العام في ذلك الوقت عقد اجتماعا مطولا مع الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية أيضا في ذلك الوقت قبل الحرب بفترة للنقاش حول آلية عمل مجلس الأمن الدولي والتوقيتات التي تمنح له للتدخل لفرض مواقف محددة، ومنها فرض وقف إطلاق النار. وهنا يبرز أن التخطيط العسكري يعمل بدقة متناهية لتوظيف قدرات الدولة الدبلوماسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي وفقاً لأوامر القائد الأعلى. كما عملت القيادة المصرية في ذلك الوقت على توظيف الدبلوماسية المصرية في إظهار عملها الجاد للوصول إلى حلول دبلوماسية سياسية، بل أحياناً إطلاق مصطلحات مثل الاسترخاء العسكري، مما دعا كيسنجر إلى وصف الموقف على ضفتي القناة قبل الحرب بالقضية الميتة كجثة هامدة. وكانوا يرون أن موازين القوى كلها في صالح إسرائيل، فكان لابد من القرار الاستراتيجي لمصر وسوريا لخوض الحرب لتحريك الموقف والخروج من حالة اللا سلم واللا حرب. الدور الدبلوماسي المصري كان أحد العوامل الهامة للنجاح في فترة ما قبل الحرب لحشد رأي عام سياسي دولي يتفهم الحق المصري، وذلك وفق خطة مدروسة. وأستطيع القول أن مصر نجحت في جهودها الدبلوماسية قبل الحرب، كما كان هناك تفهم واضح من قبل الدبلوماسية المصرية للوضع الدولي حتى يمكن اتخاذ القرارات وفقاً لهذا الواقع، وخاصة أن الدول الكبرى في ذلك الوقت كانت لا ترحب بفكرة التحرير بالقوة. وعملت الدبلوماسية المصرية كظهير استراتيجي للدولة سلماً وحرباً، وامتد الدور الدبلوماسي بعد بداية الحرب. ففي يوم 8 أكتوبر كان وزير الخارجية المصري في نيويورك يجري اتصالاته مع كبار المندوبين في الأمم المتحدة بالإضافة إلى المسؤولين في الخارجية الأمريكية. وفي نفس الوقت كان السيد إسماعيل فهمي، وكان يشغل وزير السياحة في ذلك الوقت والخارجية بالإنابة، والتقى ب 22 سفير معتمد بالقاهرة لشرح الموقف المصري. ثم قام الرئيس السادات بإفاده إلى واشنطن كما بعوث شخصي، حيث التقى الرئيس الأمريكي نيكسون الذي عبر عن رأي جديد نحو مصر، وقال إن مصر طرف فاعل ومحل اهتمام من الولايات المتحدة بعد أن كانت النظرة إلى الموقف في المنطقة كجثة هامدة. وكانت الدبلوماسية المصرية حاضرة أيضا خلال مداولات مجلس الأمن حتى تم صدور القرار 338 في 22 أكتوبر 73، والذي دعا إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء العمالة العسكرية في مدة لا تتجاوز 12 ساعة، والبقاء في المواقع التي تحتلها القوات، والدعوة إلى تنفيذ القرار 242. ونلاحظ أن القرار ربط بين بقاء القوات في مواضعها والشروع في تنفيذ القرار 242 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. وامتد الدور الدبلوماسي حتى معركة طابة الدبلوماسية القانونية بمشاركة الخبراء العسكريين من مختلف التخصصات حتى صدور الحكم في 29 سبتمبر 1988. كما عملت الدبلوماسية المصرية بالنشاط لتأمين أكبر قدر من التضامن من الأشقاء في الدول العربية، وشهدت تلك الفترة تضامناً عربياً ملفتاً، وكان الاستخدام سلاح النفط أثراً بالغ في التأثير على موقف المجتمع الدولي. ختاماً، فقد استدعت الأزمة الليبية مؤخراً روح أكتوبر، حيث تناغمت العسكرية والدبلوماسية مرة أخرى في عمل مميز لحماية الأمن القومي المصري في خطوات متوازية محسوبة بدقة، أدت في النهاية إلى موقف عسكري سياسي حاسم، أنتج معادلة هامة أدت إلى وقف التصعيد العسكري وحسم الأمر لصالح إعلان القاهرة السياسي الذي تصونه قوة رادعة حاسمة وجاهزة
وقادرة على تنفيذ أوامر القائد الأعلى. كانت المقاربة مع الأزمة الليبية تجسيداً لاستخدام الدولة قوتها الشاملة لردع محاولات التهديد من المحور الاستراتيجي الغربي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.